ولشيري أوضح في كلمة له أن الزيارة تأتي في إطار الاطلاع على وضعية المؤسسات التربوية تحضيرا لافتتاح العام الدراسي المقبل. ناقشنا عدة مواضيع فيما يتعلق باستعداد لافتتاح السنة الدراسية الجديدة، وفيما يتعلق أيضا بمتابعة الدروس وانطلاق الحملة من أجل حضور التلاميذ على في المدارس في يوم افتتاح الدراسي، معناه يوم 2 أكتوبر. وهذه الحملة إن شاء الله نحن سنتكئ على جهود آباء التلاميذ وجهود الإدارة أيضا وجهود مدراء المدارس من أجل إنجاح افتتاح السنة الدراسية الجديدة على مستوى ولاية إنشيري. فبالتالي على كل واحد منا أن يتحمل مسؤوليته قبل هذا الافتتاح، ومن بعد الافتتاح أيضا متابعة السنة الدراسية الجديدة حتى تكون سنة دراسية جديدة ناجحة كما قبل السنة الماضية، لأن المدرسة الجمهورية كما قلنا سابقا خيار استراتيجي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن شرقي الغزوان، وهذا اختيار استراتيجي للدولة الموريتانية، وهذا الخيار لا رجعة عنه.